دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده بمشيئه المولى عز وجل، ومنها غلق شارع الهرم في الجيزه بشكل كلي بسبب صيانه خط مياه الشرب. نادي سينما اوبرا الاسكندريه هيحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ، وكمان في مباريات مهمه في الدوري المصري والدوري الانجليزي كمان، هنعرف تفاصيلها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فإدارة المرور هتبدأ في إجراء مجموعة من التحويلات المرورية مع غلق شارع الهرم لتنفيذ صيانة خط مياه شرب بالجيزة وسط تواجد الخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات. النهاردة هينظم نادي سينما أوبرا الإسكندرية احتفال بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ الساعة 7 بالليل بمسرح دار أوبرا الإسكندرية، ومن المقرر أن يتم عرض فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره للمخرج هاشم النحاس، واللي بيتناول حياة الأديب الراحل الحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار الجولة العشرة من عمر المسابقة، هيلتقي سموحة مع غزل المحلة الساعة 5، وهيلتقي البنك الأهلي مع المقاولين العرب الساعة 7 بالليل. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة، هيلتقي برينتفورد وويست هام الساعة 10 إلى ربع بالليل، وكمان هيلتقي ليفربول مع ليستر سيتي الساعة 10 بالليل.